فهذا معمم شيعي يبين للرافضة من أي شيء خلقوا، يعني أن الطينة اللي تخلقتوا منها انتوبة راه طينة واعرة وراه طينة ما يوصلش لها حتى شي واحد إلا انتوما، وما دونكم فهو دونكم. سمعت رسول الله عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يقول إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من نور، فعصر ذلك النور عصره فخرج منه شيعتنا، فخرج منه شيعتنا فسبحوا فسبحنا فسبحوا، وقدسنا فقدسوا، وهللنا فهللوا، ومجدنا فمجدوا، ووحدنا فوحدوا، مجدنا فمجدوا، فمشونا فمشونا. الشيعة الآن يفهمون بأنهم أفضل من المسلمين. قال لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الله خلقني أنا، النبي عليه الصلاة والسلام خلقه هو، وخلق علي، وخلق فاطمة، وخلق الحسن والحسين، وخلق الأئمة، خلقهم من النور، يعني كلهم قادين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خلقهم من النور. ربي سبحانه وتعالى عصر هذاك النور، ديك العصرة اللي عصروا خرجت منه شيعتنا. الشيعة خرجوا الشيعة من ذاك العصير ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وديال علي رضي الله عنه وديال فاطمة رضي الله عنها. يعني التفوق الجنسي هنا، يشعر الشيعي بأنه فوق من ليس بشيعي، وهذا من الأمور اللي كتخلي الشيعة أنهم ينظرون إلى المسلمين نظرة احتقار. فقال لك يعني فسبحنا فسبحوا فكبرنا فكبروا، غادي بهذا الطبل. قال لك سيدي الملائكة ثم خلق الله السماوات والأرضين وخلق الملائكة فمكثت الملائكة 100 عام لا تعرف تسبيحا ولا تقديسا ولا تمجيدا، فسبحنا فسبحت شيعتنا فسبحت الملائكة. سمعت يا سيدي بأن الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى ما كيعرفوا لا تسبيح ولا تشي حاجة، حتى سبح النبي صلى الله عليه وسلم وسبح علي وفاطمة والحسن والحسين وسبح الشيعة، ثم تعلمت الملائكة بعد ذلك التسبيح وسبحت معهم. راه غادي نجيو، راه مصيبة، راه ما وقروا تشي واحد، راه الله ما وقروش، الله عند الشيعة راه واحد خر، ماشي والله اللي كنعتقدوا به احنا، راه مصائب.